مدينة رباط كما تتعرفوا هي تتحمل هذه السنة منذ 2022 لقب الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، وكذلك الرباط عاصمة التاريخ الإسلامي. وهذا اللقب حملته العاصمة المملكة بجدارة واستحقاق، لأننا جامعة مدينة الرباط ساهمت بشراكة مع الوزارة، وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وبعد دوطخ بارتنير شاركت معهم واحيت عده نظمت عده حفلات وعده انشطه ثقافيه على طول هذه السنه في العاصمه الرباط. جامعه الرباط كتعمل على تعزيز كل ما هو ثقافي وكل ما هو يمكن له انه يحسن من جودة عيش الرباطيين والرباطيات، كما أن هذا القطاع هو مهم لأنه كيخول الجامعة أنها تعزز من الصناعة الثقافية في المغرب، وكذلك يواكب مجموعة من المهن التي تحوم حول هذه الصناعة واللي يمكن لها ديفلوبا وتقوي الاقتصاد كلوجيستيك كهندسة ضوئية إلى غير ذلك.